في المقدمة ديالك كما شرتي على أن فريق أولمبيك تيرا أصبح فريق كمعادلة كبيرة في البطولة الاحترافية ديال القسم الوطني الثاني، ومن الفرق اللي ولات أنها كتلعب على الصعود، وأعتقد على أنه من خلال لا الموسم الماضي ولا هذا الموسم فالفريق ولو أن المكتب المديري ما كيعلنش في بداية الموسم على أن الهدف هو الصعود، ولكن الرأي العام ولا حتى الجمهور اللي هو بعيد على أولمبيك تيرا واللي كيتمنى الصعود ديال الفريق، فهو ولو تعرفوا على أن الهدف ديال الفريق يعني رغم عدم الإعلان له هو اللاعب من أجل الصفوف الأولى والصفوف أكيد اللي كتدي البطولة الاحترافية الأولى. كل مكونات ديال الفريق فهي طوات الصفحة ديال الموسم الماضي. بالنسبة للاستعدادات ديال الموسم المقبل 2021 اللي مازال الانطلاقة الرسمية ديالو ما تعطاتش وما تعرفتش، فالتدريب ديال الفريق فهي بدات من نهار الخميس، كانت أول حصة تدريبية واللي كانت ملعب ديال المدني، نهار الجمعة كانت حصة ثانية، ونهار الثلاث كانت نهار السبت كانت حصة ثالثة، واليوم الحد فهو ربوق عند اللاعبين وعند المجموعة ككل على أساس أنه نهار اثنين غدا ترجع المجموعة للتدريب. بالنسبة للمسألة ديال الميركاتو كما كتعرف أخويا يونس على أن الفريق ديال أولمبيك تيرا حسم في هذه المرحلة قبل ما تستأنف البطولة ديال الموسم 2019-2020 لما كانت بقى سبعة دورات ما كيناش، فهو حسم في هذه المرحلة بحكم أنه جدد الإدارة التقنية بقيادة ديال عبد الكريم جيناني لمدة موسمين، وبالنسبة للاعبين فهو كان جدد السبعة ديال اللاعبين، الحارس محمد إدار ربعة ديال المواسم، أيوب بن عدي والمهدي ديبي وكذلك سفيان الجازولي، محمد حمدي، محمد سعيد بوسكير، يعني هاد اللاعبين اللي كان جدد لهم لمدة موسمين يعني حتى 21-22. بقى آخر لاعب اللي هو تكلمتي عليه هو الهداف أميان جويل لاعب إيفواري واللي كان هداف ديال الفريق ب 12 هدف، ولو انه جا فقط في المرحله ديال الميركاتو الشتوي ديال 2019-2020 ولعب 16 ماتش وسجل فيها 12 هدف، فهو كذلك تم التجديد ليه الاسبوع الماضي لمده يعني زاد واحد الموسم اضافي، كان الموسم ديالو غادي يسالي في النهايه ديال 2021، فهو الان ما غادي يسالي حتى 21-22 من بعد ما المكتب المديري والكل يعني الإدارة التقنية والكل أنه اقتنع بالعطاء ديال أميان جوي، فهما جدوا معاه لموسم إضافي، وحتى اللاعب بحكم أنه ارتاح داخل تشيرة شاف التعامل ديال المكتب المديري معاه والأمور ديالو تياخذها في الوقت ديالها كما باقي اللاعبين، فهو يعني وافق على أنه يجدد مع الفريق. كاين لائحة أكيد غادي يكونوا ديال المغادرين، ولكن لحد الساعة لم يتم إعلان عليها بشكل رسمي، ولكن كنشوفوا على أن التوابيت فالفريق ركزها ووقع لها، وبالتالي فالأمور غدا مزيانة ديال الفريق أولمبيك تيرا على المستوى التركيبة البشرية، ولكن كيبقى الإشكال الكبير دائما هو الجانب المادي. لحد الساعة فالفريق مازال كينتظر المنح ديال الجهات المنتخبة اللي لحد الساعة ما تحركاتش مع الفريق، ولو أنهم كانوا شافوا العطاء ديال الفريق كيفاش غادي، ولكن للأسف الجهات المنتخبة لحد الساعة جهة ديال السوس ماسة فكانت بقى عندها 100 مليون ما عطاتهاش للفريق، كذلك الجماعة ديال تشيرا 90 مليون، ولو أن اللاعبين اللي يعني كتشوف أنه ما كاينش شكوى لا ديال اللاعبين ولا أي شي واحد كينتمي للفريق أولمبيك تيرا وكياخذ واحد الصالير فما كاينش شكوى. علاش؟ لأنهم تياخذوا الأمور ديالهم المادية رغم أن الصندوق ديال الفريق فهو فارغ، يعني وكما كيعرف الجميع انه من شهر 4 ديال 2020 فجميع الامور الماليه سواء الاجور الشهريه ولا منح المقابلات فكلها كتعطى بتضامن لحد الساعه ما بين اعضاء ديال المكتب المديري في انتظار على ان الصندوق ديال الفريق انه ينتعش من الجهات اللي خاصها انها تدعم الفريق، خصوصا ان الكل شاف الصوره ديال فريق اولمبيك تيرا. فعلا اخويا يعني الفريق ديال اولمبيك تيرا انه بدا نهار الخميس بدا التدريب ديالو، الخميس اللي فات كانت اول حصه بملعب ديال المدني، نهار الجمعه خدا حصه ثانيه، ونهار السبت كذلك كانت حصه ثالثه، وهاد المره كانت بالملعب ديال احمد فانا في الوقت اللي اليوم الحد كاين راحه عند اللاعبين على اساس انهم غادي يستأنفوا غدا التدريب. التدريب خلال هاد الثلاث ايام هذه فكان غاب عليها اللاعب الايفواري اميان جوي وكذلك عثمان دومبيا اللي خداو واحد رخصه على اساس انهم غيدخلوا حتى نهار الاثنين، غاب عليها اللاعب سعيد ميتوس اللي كان دار عمليه جراحيه من بعد ما كان تصاب في الماتش ديال شباب محمديه واللي عنده واحد المده على اساس انه غادي يسترجع فيها اللياقه البدنيه ديالو، ولو ان التدريب ديالو ولات انها فرديه، يعني انه كيدير الان بتدريب اللي كيعطيها ليه المعد البدني محمد زيدين، فهو كيتريني تمارين فرديه. واللي كيغيب كذلك على التدريب هو اللاعب اشرف الليش
اللي كان صاف الماتش ديال الاتحاد سيدي قاسم فهو اللي حتى الساعه مازال كيحمل الجبيره. كان من المنتظر على انه يحيد وسط هذا الاسبوع، ولكن الطبيب ديال الفريق شاف بانه تزادوا واحد الفتره اخرى ديال لمده 10 ايام، يعني من المنتظر على انه في الاسبوع يعني في نهايه الاسبوع المقبل على انه يكون جاهز باش هو يرجع للتدريب. اخويا يونس،